الأدعية للمطر كلها هل مستحب أن ينزل المطر على أن ينزل المطر على وجه الداعي؟ عجبني أخ كي إتش خالد، خالد مقطع، عجبنا على هذا من قبل بأن الذي ورد عن رسول الله عليه السلام في هذا الصدد اللهم صيبا نافعا. أما حديث أن النبي كان يحصر عن ذراعه ويصيب المطر ذراعيه فيقول إنه حديث عهد بربي فمعلول هذا الخبر.